القسم الخامس من هذا المتن والأخير. وبنشوف قسم تهمي متنها وآخري. ذكر المؤلف فيما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر مما يكون بعد الموت. ومؤلفة من كتاب الكوكا بعضين تشذي ذكر كتاة تمرقى بات كأبانت. وذكر في وجوب الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. وبدا هجرة كنق واجب بور سرهم بعضين تشذي ذكر كتاة كتش كفر جاغا هجرة بك مردم مسلمان نيمغا. وذكر أن لابد أن نكفر بجميع ما يعبد من دون الله. وإي چيزي هم ذكر كتاك ما سرا ضرورين كما إنكارا بكني هر چيزي كي الله چي باية عبادت كنك لا نعبد الأشجار ولا الأحجار ولا الملائك عليهم السلام ولا الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام ولا الصالحين ولا الأولياء ما عبادتا نكن إنا هيت شوين سنگي نا درج كي نا نبياني نا ولياني نا نيكو كاراني درستين چيزي كي عبادت مستحق بتلا الله رب العالمين جندن دي كس عبادت كنك نستعيذ بالله من الشيطان وبناها لوطين الشيطان الله رب لا نرضى أن نعبد من دون الله أبدا وما يتسر الرازي نبي كعبادة كنك بغير الله لا يمكن لأحد أن يدعو الناس إلى عبادة نفسه و اي چيز هم بوتكوت نكنت كمردم توار بجنا مردمه وتجند عبادة واسطة كل من ادعى علم الغيب علم الساعة علم ما يحدث غدا كاذب وكافر كفرا أكبر لا نصدقه أبدا كسيا كي ادعوا كت كما علم غيب زانا من بانداتين چيزان زارا زانا إدروغي دروغ بندي وكافري لا نحكم إلا شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نحكم الكتاب والسنة وما فيصلة يتشيز قرار ندين هتشيزة بغير قرآن أو الله رب العالمين أحاديثا نعتقد أن هذا الحكم الذي جاء في الكتاب والسنة هو الذي لابد أن يطبق وما اي چيز اعتقاد دارين ايمان دارين كي هر چيز كي الله قرآن مجيد اتكا ورسول الله احاديث اتكا هما چيز الدنيا توكا قانوني حيثيتا اير كنك ببان لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وهيچ مخلوق رندگيري كنك نبي كي مخلوق رندگيري توكا الله رب العالمين نافرماني قوم ببقوم والله اعلم وصلى الله على نبي محمد وآله وصحبه وسلم جزاكم الله خير